ما سابوا شيء. اوكي ليش انت بالزيت يا حبيبتي؟ يعني مياد الحشاش عشان نجحت اغانيها. ضميرك مش تريح خلاص ارتاح وريح مش انت بتغني عاملك انه عصارة عبقرية رائدة الموسيقى في الشرق. الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار فريد الأطرش يلتقيان بألحانهما لأول مرة فيسموان على الخلود. إنه صورة مشرفة لضخامة إمكانيات استوديو مصر وروعتها. إنه سباق إلى المجد بين وجهين جديدين يسجلان بفنهما انتصارا تزهو به السينما العربية. وردة الجزائرية وعادل مأمون يواجهان الملايين لأول مرة في الوطن العربي في ألمز وعبد الحمولي. قصة الحب الصادق بين عاهلي الطرب والغناء التي تحدت أطماع الخديوي إسماعيل وهزمت. قعدنا بالتلفريك سكرنا الباب قلت هلأ فيني أسأل الأسئلة اللي بدي إياها. وين بدها تهرب؟ باراشوت وما معه. خدوني حبايبي خدوني 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 خدوني. هذه مش أول مرة أنت بتركبي فيها تلفريك. ركبت في صوت الحب. أيه. فيلم صوت الحب مع مين كان الفيلم؟ مع حسن يوسف. الله اللي هو حبيبي. أيه. كمون بيبي في مسألة دي ما تعرفش إنجليزي؟ لا أعرف بس ما تكلموش عشان بحب بلدي ولغة بلدي. كان في فترة الستينات أحلى شيء كان فيها الأفلام، ما بقى فيه مثل من زمان. خبريني كيف كان الجو أيامها. والشباب كان. أيه. كيف كان الجو أيامها؟ جو اللي بيناتكم بين على البلاتوهات على ال... كان في مثلاً مثل هلأ فضايح ومشاكل وخلاقات وغيرة. لا 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 لا. كيف كان الجو؟ لا جميل. أبداً. أبداً. أنا ما كنتش حاسة بكل ده. لو كان في أنا مش حاسة. مش حاسة. ما كنت تسمعي؟ ما كنت بسمع وأحسن لأني أنا كنت صغيرة مع أهلي بابا وإخواتي وولاد إخواتي بس معايا حضنيني ما يخلوك لوحدك أبدا. نو نو نو. ما حدا حاول يضايقك أنت؟ لا يضايقني لا بس حبوني كتير. حبوك كتير. أنت تنحبي؟ ما هو شباب بقى. مين اللي حبك قولي لي؟ لا 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 خلص. لا. كله خلص يا كبير. لا لا الحاجات دي لا هنفضح الدنيا بقى. معلش نفضح بركي راجل فيهم متجوز دلوقتي. ما فيش حد بقى متجوز كله طلق يا طلق يا مات يا مات كده اهو للدرجات يا نكبيرة. لا مش هني اكبر رجعني. منك رجعوني. هني كان اكبر منك بكتير. ما هو دايما كان الرجال يتجوز اكثر من الست ب 15 20 سنه صح ولا لا؟ لا العمر الطويل لك. انت كنت فين لغايه الساعه دي؟ ده الفجر قرب يده. كنت في الجنه كنت بسمع سي عبدو يا روحي عليه يا فرحة الست اللي أنيها يا بختها بي هالبت يا خالتي دي كل ليلة عندها زي ليلة القدر. كانوا يقولوا زمان أنه كل الفنانات والفنانين لما كانوا يتعاطوا مثلاً بالفن وهيك وكان المجتمع فني كانوا لازم يكون لهم علاقات مع الدولة تبعيتهم. يعني الدولة ممكن تسخرهم عرفت شو قصدي؟ أنا مكروهة من الدولات كلهم. ليه؟ ما عدا جمال عبد الناصر. كلهم كرموكي. كلهم كرموني دلوقتي. دلوقتي في لما عندي 70 سنة. إنما زمان وأنا شباب اتقال علي حاجات وحشة قوي. زي أنت عارفة الحكاية اللي اتقالت. بتاعت مشير عامر. أمالي. أيوة شفتي؟ حافظاها وأنا كنت خايفة تسأليني السؤال ده. ده ما تخافيش. لا. أنا ده بتعرفي ليش؟ أنا مشير عامر ما أعرفهوش. أنا بعرف جمال عبد الناصر. هو ده اللي شفته. واداني ميداليه وقال لي اهلا بالجزائر. انما التاني ده ما شفتوش. بعدين كان زوج برلنتي عبد الحميد. صح. طب هي انا مش حربتك؟ وسخوني قبل ما امشي الجزائر. هي مش حربتك برلنتي؟ هي وسخوني لان اخواتي في تونس. كان في عندي اخ في تونس اسمه كمال جاي لمصر تيدبحني لانه سمع كده كتب في الجرايد. طيب طب هي برلنتي عبد الحميد هي برضه هجمتك وحاولت تحاربك؟ لا مين لا. هي؟ لما سمعت ولا بعرفها مسكينة؟ لا ابدا ابدا ولا طريقي في طريقها ليش ولا من شو طلعت؟ من الناس.
أغراض يعني ناس عايزين يحاربوا بلاوي ويحاربوني، وأنا جزائرية وبستحي. يا ما قالوا عني، ما سابوا شيء. طب ليش؟ ليش أنت بالذات؟ يا حبيبتي عشان يعني مياد الحناوي، عشان ناجحة في أغانية، سميرة السعيد، يقال أنه تحاربتي من هالأسامي هاي. مين كمان حارب في سميرة السعيد؟ حتحاربني ليه؟ مش هي اللي حاربتك، بيقولوا أنه بعدين بنخبر القصة، بيقولوا أنه صارت قضية الطلاق بينك وبين بليغ حمدي مش بسببها مش مسكينة. بسببها كان القدر خلاص وخلاص. هو 7 سنين مش قلنا كده؟ سبع سنين هني هدول، هني ما في غيرهم. بس الغريب انه هو كان زوج فاشل، ودي بكررها من يوم ما مات الله يرحمه. انما فنان عظيم، هو جينيس، كان منيح معك، مش معك بل بالفن. للفن معك ما كان منيح، بس معايا في الفن هي اكيد، ومعايا حتى لما بيعمل فن لغيري. اكيد بشاركني، ما كان يخليك يعني لو نايمه بيصحيني، لو عمل جمله حلوه. بس ما كان يخليك تغني من الحان غيره؟ لا، كان بيخليني بس مش مبسوط. مش مبسوط، بيحس انه مش في ايديه هو. اوكي، نعمل حمايه. عقلي رح نرجع يعني سيد مكاوي نجحنا كتير. مش ما عجبتوش القصه، بس ما كانش عاوز اروح في الطريق ده كتير. غير هي غيره، كيف صغير كده يمكن. وبعدين عارفه يعني مش ممنوع الغيره. لو الغيره بناء بتبني بتبني وبتخلي الواحد يقول احسن. ايوه ماما يما طلت لورا، خفت طلت لورا. بس بشرفك منظر. شو انت بتخافي من العلو؟ اوه دلوقتي حسيت انه خفت. لما بصيت تحت خفت.